السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في ريفيو ستيشن. موضوع الفيديو النهاردة بخصوص فيلم جون ويك. أنا اتفرجت على الفيلم ده من كام يوم، ومن ساعتها عايز ألعب لعبة كده بتحسسني إن أنا جون ويك، عارف اللي هو أخش مكان مسدس وأقعد أضرب كده بنفس الحركات والحكاية دي. النهاردة هوريكم لعبة هتخليك تحس إن أنت جون ويك. بلاش كلام كتير، إن هي مش محتاجة مقدمة أساسا، هو هيبقى جيم بلاي للعبة هنجربه سوا مع بعض. يلا بينا. الموسيقى شغالة، مايك معدول، بس نتأكد قبل ما نخش لهم. تمام. الشركة حلوة بصراحة، عجباني الإضاءة بتاعت الشركة، الديكور شكله. I'm sorry, sir, but the building is closed off for a private event. ليه؟ He's got a gun. بتعدي بالسلاح، بتعدي بالسلاح. في حد تاني؟ ووطي بعد ما قتلتهم. جريش، جريش ليه بتاع ده؟ اتذكرت طبعا. ما ينفعش نركب. عايز اسمع صوت خطوات رجلين. غلطت كده. شوتي قوي. فين الكارت؟ انا متعود وانا بلعب الالعاب دي، انا نفسي اللي بلف، مش بلف باليد. سلام بقى على الموسيقى كمان مع اللعب. انا عايز اجري. ايش هو انت شيء؟ ده جه في وشي، ده خيرني ابن اللذينه. لازم بقى ايه؟ اجري اجري. اهم حاجة القتل مع الموسيقى. لازم تفتح الباب كده. اي انا موت. ده بيفتح.
نستخدم جون ويك حتى جون ويك مستخبي في اللزيمة مستخبي. اوه نايس خش هنا ما يكتب عليه لازم تجي تخش انت حدش يجي من ظهري خلاص قلت لكم هلو ايه ده ايه يا مستر طلبت القط مش محتاج برضه عايز يغفلني واقف كده ليه حاسس انا نجيبه ده اوه جبناه شفتك مات الله يلا مش الشركة شركتنا لا مش شركتنا باش اكسره كده ايه الفايدة يا حسين انت عايز تعزف مش عايز تضرب الرصاص ايه ايه رجلك في وش هتيجي مفروض هنشوف اكزيت ده اكيد ده
هذا الحين دخلت هنا ازاي؟ ايه يا عم ايه ايه انا منشم فيك انا متاكد. مبدأ مقفول مبدأ مقفول ينفع. سلام عليكم. خلاص 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 ايه مفيش احترام. جون ويك ولا مش جون ويك؟ سنة يا عم السلاح وقع. اصبر جت فيا دي جت فيا دي جت فيا دي. الله ما جبتليش من اول طلقه هجيبك انا لان بقى ايه عارفين بس. قلت لك نايس. طيب انت فاهم اكتر. ده في سنايبر فوق. هجيبك فين اروح فين؟ يلا بقى بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة دروبش
كمينيش انا شغل السنايبر والكلام ده خلي بالك. ايه مفهوم استنى يا مفهوم ايه هي ترتدي عشان موتك. طيب انت بقى الباب بتاعهم صح؟ استنى ادي بس نفسي على الكاميرا. ايوه كده. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ازاي؟ ازاي؟ ايه؟ يا كبير انا تعبت، انا جيت المشوار ده كله عشان تبقى عامل لي كده. انت المفروض الطياره كانت هتاخدك تقريبا، بس انا فجرت الطياره خلاص. ها؟ الله 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 ليه اللي هناك ده؟ استنى عامل ايه دي؟ وقعت طاينة يعني؟ استنى بعدين الفجر دي ولا ايه؟ انا عم طب كان لازمتها ايه اللي انت عملته ده؟ اهو اهو قول لي بقى كان لازمتها ايه؟ ها؟ كان لازمتها ايه؟ ترد ترد. ده مات وقال لله يا ابني اللي هناك ده كده خلاص كده امشي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه اللي جايبك دلوقتي؟ احنا جايين من هنا نمشي من هنا. في حاجات كده سمع صوت حد والله جاي من ورا مش عارف ايه. مش عارف مقلق. مش بقول لك لا ما انا همشي يعني همشي، انت مش هقعد بايت معاكوا هنا يعني، انا خلاص اخدت اللي انا عايزه همشي بقى. شفا شفا نمشي من هنا ولا من هنا؟ والله ما عارف. تعالى نروح اكسيت، احنا ما مشيناش من بدري. امشي من غير صوت عشان ما اعرفكش. بعد كده تعالى اضرب. ينفع ناخد تذكار؟ ينفعش ناخدها؟ ناخد اي حاجة؟ ينفعش؟ ناخد حاجة، ناخد الفوزة دي. فاضية حلو 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 كده. ما اقدرش امسكها بايد واحدة تقيلة. لا مش مش عايز اخدها معانا بس انا الكارت. نروح لهنا بالطيارة ونمشي بقى من هنا.
يا ابني يا ابني بطل صوت. عايزين نمشي خالص من المبنى ده. معلش ايوه ايه لسه تاني كده نزلنا تحت خالص. بقى حتى جون ويك بقى حتى جون ويك بقى بيهرب. اوه نايس. نقرب شوية نقرب شوية نقرب شوية. تضحك عليه؟ انت بقى الموسيقى خلاص. معايا سلاح. انت بتمشي ايه؟ ما تمشي شوية. تغير في الموسيقى فاش ياخدوا معايا بوز خلاص. خلاص خلصت اللعبة. ايه رأيكم؟ لعبة حماسية صح؟ لو انت تشتغل على كويست 2 وتشتغل على اتش تي سي وتشتغل على بوكو 4 يعني تقريبا اغلب نظارات الفي ار هتشتغل عليها. مش متاكد بلاي ستيشن مش موجوده على بلاي ستيشن ما اعتقدش يعني اعتقد ممكن اللعبه نفسها موجوده على بلاي ستيشن بس الاضافه دي مش موجوده المودات دي بتبقى على البي سي بس. انت طبعا هتحتاج بي سي عشان تلعب اللعبه دي لازم تربط النظاره بالبي سي. فلو عجبك الفيديو قولوا لي في الكومنتات ولو عايزين تشوفوا فيديوهات حاجات زي كده تاني يعني ممكن مثلا مودات تانيه اللعبه الاساسيه بتاعتها ماشي هاف لايف ممكن اقول لكم ايه الالعاب الكويسه تشتروها على الفي ار وايه الالعاب اللي مش كويسه عشان ما تشتريش لعبه على الفاضي وتطلع مش حلوه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اضغط لايك وفعل الجرس. لازم قبل ما تفعل الجرس تشترك في القناه طبعا بس انا مش عارف انا بقول ايه عشان مش مركز بركز في التنشين. فاضغط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو كله. سلام.